خيبة بين أنصار حزب الله وصدمة من الموقف الإيراني بسبب عدم تدخلها حتى الآن في التصعيد في لبنان. فطهران لم تحرك ساكناً حتى الآن، بل على العكس، خرج المتحدث باسم وزارة خارجيتها ليؤكد أن إيران لن ترسل أي مقاتلين إلى لبنان أو غزة لمواجهة إسرائيل. أسباب عدة وراء هذا الموقف بحسب مراقبين، منها خشية طهران في ظل هذا التصعيد العسكري الحالي من شن هجمات ضد إسرائيل، ليكون الرد عليها بقصف منشآت حيوية بينها مفاعلات نووية. فإيران تدرك أن الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع إسرائيل قد يؤدي إلى تصعيد واسع النطاق يشمل ضربات إسرائيلية على الأراضي الإيرانية أو مصالحها في دول أخرى مثل سوريا والعراق. هذا التصعيد قد يفتح جبهة إقليمية أكبر قد تضر بموقف إيران الإقليمي. التراجع الحالي أيضاً فسره مراقبون بأن طهران أدركت مؤخراً أن إسرائيل تتجه إلى تصعيد أكبر عبر عدة جبهات، وستكون ردودها أكثر قسوة من أي وقت مضى على أي استهداف ضدها. الضغوط الاقتصادية أحد أهم أسباب التراجع الإيراني، فاقتصاد البلاد يعاني وطأة من الأزمات في ظل أيضاً احتقان شعبي تجاه النظام وسياساته. وربما تحاول إيران أيضاً عدم استفزاز إسرائيل والولايات المتحدة والقوى الكبرى للحفاظ على خط تواصل مفتوح مع الغرب بشأن برنامجها النووي. فالدخول ببساطة في صراع عسكري مباشر قد يعقد هذه المفاوضات ويؤدي إلى تجديد العقوبات أو فرض عقوبات جديدة. وأنتم ما رأيكم؟ ما هو سبب تراجع إيران عن دعم حزب الله؟